اليوم كان حفل توقيع كتابي إصداري الثاني بالغ الأثر، وهو عبارة عن جزء خواطر وجزء قصص حقيقية لسيدات معنفات من الكويت، من جعبة فريق إيثار الكويتي المرخص من وزارة الشؤون لمكافحة العنف ضد المرأة. أيضا في جزء ثالث وهو عبارة عن تعقيب قانوني وإنساني من خط يد الأستاذة عذراء الرفاعي المحامية والناشطة في حقوق الإنسان. الكتاب هذا هو راح يكون له بالغ الأثر في المجتمع، لأنه قاعد يحط إيده أو نضع التركيز على مشكلة العنف ضد المرأة. مشكلة العنف ضد المرأة هو ليست فقط من الرجل، بل أحيانا تكون من المرأة للمرأة. بعد قراءتك هذا الكتاب راح إن شاء الله يكون لك تغيير، أو يعني أطمح أن كل قارئ يغير جزء من زاويته بعد قراءته هذا الكتاب، وإن شاء الله يا ربي العنف في المجتمع يروح ويظل المجتمع يعيش في سلام وأمان.